ولأن الخدمات والاستقرار يكمل بعضهما الآخر، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن الإطاحة بمسؤول كتيبة الدفاع الجوي لعصابات داعش، بالإضافة إلى القبض على أحد تجار المخدرات في بغداد. وذكر بيان للمديرية أن مفارد مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من الإطاحة بعنصر إرهابي خطير في منطقة الدورة ببغداد، كان يشغل منصب مسؤول كتيبة الدفاع الجوي ضمن ما يسمى فرقة نهاوند التابعة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين.